نروح لاخبارنا. منتخب الناشئات لكره الطائره تحت 20 سنه عمل انجاز كبير حقيقه، احتل المركز ال 12 على مستوى العالم بعد ما هزم بلجيكا 3-0 في الماتشات. منتخبنا الوطني لانسات الكره الطائره تحت 20 سنه بقياده المدير الفني احمد فتحي اللي عامل جهد وشغل كبير جدا، حقق المركز ال 12 زي ما قلت لحضراتكم في البطوله العالميه بتلعب في بلجيكا وهولندا الفتره من 9 ل 18. منتخبنا خسر اخر ماتش ليه قدام منتخب الارجنتين من ساعات، يعني ما كانش، كان النهارده من ساعات 3-0. منتخب بياخد خبرات كبيره جدا، وخليني اقول لكم المنتخب ده اللي هي صوره او بيظهر في الصور دي لو كانت عمل له، طبعا كورونا المشكله الاساسيه، ما فيش دول فاتحه الاعداد، وكمان ما كانش عندنا فرصه الفريق ده يتعدي. الفريق ده لو كان اتعدي كويس لا كنا ممكن نخش في الثمانيه الكبار. بالرغم من كده نجحوا ان هم يخشوا، على فكره في 16 فرقه، احنا بنتكلم 12 من 16، وده يعتبر انجاز كبير لكرة الطائرة السيدات في مصر، وإنجاز حتى للاتحاد الموجود دلوقتي بقيادة الدكتور سامح حمدي. وعايز أقول لكم إن في 7 لاعبات منه من النادي الأهلي. مين هم؟ مي غزال، نور إيهاب، فرح العيدي، سلمى يوسف، فريدة الحناوي، مريم ثابت، آية الله ياسين. 7 لاعبين من 12 لاعبة، 7 لاعبات من 12 لاعبة، وده إنجاز كبير جدا للنادي الأهلي.